تعالوا اجرب معاكم قلم الكحل بتاع بريتي وومن اهو. يلا بينا نجيب المرايه بتاعتنا و احساسي بقى بعد ما جربته ايه؟ هو صراحة خفيف على العين وطري قوي، بس مشكلتي معاه في حاجة واحدة بس، ان هو مش بيثبت فترة طويلة. فعشان خاطر نثبته كنت عملت لكم فيديو قبل كده ازاي نثبت الكحل علشان خاطر ما يسيحش. زي ما اتفقنا كده بجيب فرشة فيها اي شادو اسود وبثبت بس من تحت خط الكحل نفسه وبس كده. سلام.